يا إن شاء رب إن الله. شاء الله زي ما احنا متعودين، والنادي الأهلي معودنا دايما على ذكر الحديث عن بطولة الدوري. يمكن اللجنة الخماسية النهاردة اللي بتدير اتحاد الكورة بتعتمد لائحة العقوبات الخاصة بالموسم الجديد. يمكن اللائحة دي حضراتكم ضمت في بنودها 16 بند. ايه المهم بقى في ال 16 بند دول؟ من أهمها ايه؟ انه اي فرد هيحاول انه يعتدي على احد عناصر اللعبه او يقذف او يحذف مثلا ازازه ميه فيما عدا طبعا الحكم، هيتم ايقافه 3 مباريات. اي فرد هيعمل سلوك غير رياضي او غير اخلاقي طبعا يعني، او على الحكم بقى او احد، او التعدي على فرد حتى من افراد مساعديه او مسؤولي تنظيم المسابقه مسابقه المباراه، الا يعني ده هيتم ايقافه 4 مباريات، كمان الاعتداء بالضرب على الحكم او احد مساعديه او احد مسؤولي تنظيم المباراه هيتم ايقافه 16 مباراه. صحيح. زي ما قلنا نص الموسم. مظبوط. يعني نص مظبوط. الموسم. قرارات قويه جدا، قرارات تربويه، ولكن زي ما بنتكلم وقلنا دايما عايزين القرارات ديت واضحه وصريحه، ما تكونش مطاطه. التعدي على الحكم، طب التعدي على الحكم بأني لغه؟ باللفظ، بالاشاره، يعني برضو الامور دي لازم تكون واضحه جدا في اللائحه علشان ما حدش يطلع يقول لك احنا لا الجزء دوت يخص ال6 مباريات، الجزء ده يخص ال16 ماتش. فطبعا القرارات قرارات رادعه ما فيش شك فيها، وكنا منتظرينها بقالنا كتير جدا، ان شاء الله تطبق ويكون الانضباط والالتزام هو صفه اللعبه. ده المهم جدا ان احنا نكون ملتزمين داخل الملعب، لان ده كمان بيأثر على الفاليو بتاع الدوري المصري. يعني احنا بنتكلم ان شاء الله عايزين دوري قوي، بننطلق بدوري جديد ان شاء الله يكون في اداره لاداره الدوري، رابطه الانديه المحترفه ان شاء الله تكون نفسي. موجوده مع هذه العقوبات، مع الالتزام. يعني كل ده بنتكلم على التزام كامل من كل الاجهزه ومن كل عناصر اللعبه ان شاء الله في الدوري الجديد. ده هو الطموح، عشان كمان ده ينعكس على أدائنا في الدوري، وبالتالي ينعكس على أدائنا على مستوى المنتخبات. يعني إن شاء الله منتخب المصري الأول ومنتخب الشباب أكيد. الالتزام ده أفتكر أنه بيفيد وبيخدم على كل عناصر اللعبة أكيد. كابتن طبعا، مش بس الأهلي ومش بس الزمالك ومش بس الاتحاد. يعني أنت النهاردة لما يكون في عندك فعلا قرارات رادعة، قرارات أدبية فعلا تربوية، ده بيأثر على اللعبة كلها، بيأثر على كل المستويات. يمكن في نقطة مهمة جدا كمان يمكن أخدت بالي منها النهاردة وأنا بقرأ في اللائحة اللي اعتمدها اتحاد الكورة في البند رقم 15. البند رقم 15 بيقول لك إيه بقى؟ عدم امتثال اللاعبين أو كلا الفريقان بالتوجه لدائرة منتصف الملعب لتحية بعضهم البعض وكذلك الحكم بدون المصافحة باليد، يعني يروحوا يسلموا على بعض من غير ما يسلموا على بعض بالإيد. اللي مش هيعمل كده بقى هيتم توقيع غرامة مالية عليه بتوصل ل50,000 جنيه. أنا بصراحة عجبني جدا جدا البند ده، هقول لكم ليه، أو إنها تحصل كمان في كل المباريات، مش يعني علشان ما يتوقعش غرامة مالية، لأ، هي دي روح رياضية فعلا اللي المفروض تسود أو تكون ما بيننا كلنا، لأن في النهاية كرة القدم أو أي رياضة أسست في البداية علشان تقوم الروح الرياضية دي. فخلونا بقى نتكلم بروح رياضية، ونتكلم يعني بصراحة كده إنه يعني خبرين الحقيقة خبر يعني أنت لا خبر ده حلو، وخليني بس أعلق عليه سهام طبعا ثانية. الجزء ده مهم جدا، وخلينا نتكلم بكل أمانة، الجزء ده يا ريت يتطبق كمان على قاعدة الناشئين، ان الكلام ده يتطبق. المهم عندنا سهام المهم عندنا وده بيتطبق على فكره في اوروبا حتى، هناك مثلا على سبيل المثال انا كنت في المانيا، كل الفرق اللي بتلعب قطاعات الناشئين الولاد الصغيرين من سن 8 سنين لسن 17 سنه بعد المباراه الزاما ان هو بيسلم على المنافس، بيسلم على الحكم، المدرب بيسلم على المدرب الاخر. فالجزئيه ديت لو كنا بنتكلم عايزين ان شاء الله خلال السنين اللي جايه يكون عندنا هذا الالتزام، ومش رابطه الالتزام بعقوبه، يعني مش لازم يكون في عقوبه عشان تعمل صح. ده احنا بنحط قاعده ان حتى الاولاد الناشئين يتعلموا من هم صغيرين، مهما كانت النتيجه ومهما كانت ظروف المباراه ومهما كان التنافس، انه بعد المباراه لازم يسلم على اللعيب المنافس بتاعه، المدرب يسلم على المدرب. اعتقادي الشخصي انه شيء جيد جدا على مستوى الدوري المصري الممتاز
في درجاته أعتقد الممتاز والممتاز به، لكن أنا في وجهة نظري الأهم كمان أن هذا يطبق في قطاع الناشئين ونعلم ولادنا والأجيال اللي جاية أن ده شيء مش عشان أنت يعني هيبقى عليك خصمة لو عملتش كده، لا ده من هو صغير يتعلم تبقى ده روحك بقى. يبقى روحه وهو متعلم كده وصغير، فلما يصعد للفريق الأول يبقى ده شيء طبيعي متعود في الدوري المصري متعود عليه. وبعدين هو قبل ما يبقى المنافس اللي قدامك هو زميلك أصلاً، أكيد أكيد زمايله في في الملعب، زميله في المنتخب، يعني الروح الرياضية ديت لازم، أنا في وجهة نظري كويس إنه بيطبقوا دوت على الممتاز، لكن أنا في رأيي إن هو ناخد من القاعدة اللي تحت ونبدأ بناشئيننا وأولادنا الصغيرين يتعلموا ده خلال 10 سنين، هيبقى بالنسبة له ده شيء طبيعي.